مرهم وقفازات وقنا لمسات أخيرة تضعها خلود قبل توجهها لإجراء مناظرة البكالوريا. تلك هي حال أطفال القمر، معاناة تقابلها مثابرة لإثبات الذات والتفوق على المرض. من تجربتي أنا نحب نوري اللي راهو المرض بالحق عمره ما كان عائق. الناس كل كيف كيف، والناس الكل قد فرد مستوى، الناس كل نجموا نوصلوا للي وصلت ليه للعباد العاديين، ترى نحن كيفنا كيف العباد العاديين. دعاء الأم بالتوفيق وحضن العائلة هما سند خلود في سبيل النجاح في ظل غياب الإمكانيات والإحاطة الاجتماعية اللازمة. للرغم من التشجيعات اللي قاعدين نقوموا بها، احنا على قد ناس تشجع وناس، لكن في المدرسه تحس براحه وحدها. كولي ما نتصورش انه بالنسبه لي هذا عائق، لانه كما تحملت مسؤوليه بنتي على مر السنوات هذه، راني ما زلت نتحمل مسؤوليتها على مر سنوات اخرى. سمعنا وانه اللجنه الفنيه اجتمعت ووقعت المصادقه على الملف التقني اللي فيه المرضى ذايا، ان شاء الله في القريب العاجل يقولوا انه سيقع اعتراف بالمرضى ذايا. الرغبة في النجاح طريق وعرة رغم غياب الآفاق لأطفال تعلقت هممهم إلى حدود القمر. مش على خطر العباد باش نقعد في الدار، لا، على خطر أني ما عادش نطوق كسخانة. هي الدولة ما بدش تستعرف بينا باش تستعرف بينا في القراية، توا ما نتصورش ما بدش تستعرف بينا. نحن الدولة وقت اللي احتجنا لها ما قيناهاش. خلف أبواب هذا المعهد تجتاز خلود مناظرة البكالوريا في ظروف قد تكون سيئة أو تناسب حالتها الصحية، لكن في كل الحالات تبقى ظروف منعنة.